يتجدد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من كيبورد، نتناول فيها آخر مستجدات ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي كالعادة وآخر الأخبار والفيديوهات. فأهلا وسهلا بكم، نبدأ الحلقة بأبرز العناوين. هاشتاغ نشتي تحرير يا شرعية وهاشتاغ افتحوا مطار الريان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. الشباب اليمني يحتفل باليوم العالمي للتطوع. تقتل جميعنا تعز يواصل مشاريعه التنموية. حصاد التكنولوجيا لسنة 2016. كلام الحب كله طار. وضيف كيبورد لهذه الحلقة نجم برنامج عرب آيدل الفنان فؤاد الهيتان. أهلا بكم. تفاعل العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة الشعبية المطالبة باستكمال تحرير محافظة تعز التي انطلقت للتضامن عبر هاشتاغ نشتي تحرير يا شرعية. تضمن هذا الهاشتاغ العديد من المنشورات المطالبة باستكمال تحرير تعز، كما دعت الحملة جميع المخلصين للمشاركة في هذه الحملة. من تعز إلى سقطرى، وتظاهرة إلكترونية أطلقها شباب جزيرة سقطرى للمطالبة بعودة الطيران للجزيرة بصورة عاجلة، وذلك بعد غرق السفينة التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء. الهاشتاغ زي ما تشوفوا أطلق بعنوان افتحوا مطار الريان. طبعا تضمن هذا الهاشتاغ العديد من المنشورات، اخترنا لكم بعضها كالعادة بمنشور للإعلامية عبير واكد. عبير واكد بتقول: بعد الحادثة الأخيرة أصبحنا بحاجة ماسة لفتح المطار، ليس من أجل السفر للاستجمام مثل عامة الناس في باقي الدول، نحن بحاجة لفتح المطار حفاظا على أرواح الناس. هاشتاغ افتحوا مطار الريان. وإلى منشور آخر حول هذا الموضوع أيضا أو حول هذا الهاشتاغ، نروح لمنشور لمعتز حامد بيقول: من أجل المرضى، من أجل الطلاب، من أجل جميع المواطنين افتحوا مطار الريان. ومنشور أخير للإعلامي مطيع با مزاحم بيقول: لا مبررات مقنعة لاستمرار إغلاق مطار الريان، وبإمكان القوات المرابطة فيه استحداث موقع آخر ونتجنب بعضا من مآسي الأسفار. يحتفل العالم سنويا في الخامس من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للتطوع، وهو يوم حددته الأمم المتحدة منذ عام 1985، ويعتبر الهدف من هذا النشاط هو شكر المتطوعين على جهودهم طيلة السنة، إضافة إلى زيادة الجمهور حول مساهمتهم ودورهم المجتمعي. احتفل شباب اليمن بهذه المناسبة وأطلقوا هاشتاغ بعنوان اليوم العالمي للتطوع. نشوفه مع بعض. تضمن هذا الهاشتاغ العديد من الصور والاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة.
اخترنا لكم صور من بعد هذه الاحتفالات، خلونا نشوفها. نحتمي باه ولو حط طلب عالي سحايب نجيبه، تدوم السعادة للذي يخدم الناس، ومن هو حبيب الناس فالله حبيبه. نحب التطوع والعطاء نحتمي باه ولو حط طلب عالي سحايب نجيبه، تدوم السعادة للذي يخدم الناس، ومن هو حبيب الناس فالله حبيبه. مع الخير. أما في شباب تعز احتفلوا باليوم العالمي للتطوع بطريقتهم الخاصة، حيث أطلق تكتل جميعنا تعز حملة إعادة الحياة للمدارس تحت شعار بالعلم نحيا، بالشراكة مع منظمة شباب تعز. البرنامج الذي استغرق أسبوع وتم تنظيف فناء المدرسة والباحات الخلفية والقاعات الدراسية وإزالة الأعشاب والأشجار الضارة وتزيين وتزيينات أخرى، إلى جانب رفع أقوام القمامة والمخلفات من داخل المدرسة المتكدسة. كما قدمت الحملة أدوات النظافة المختلفة لإدارة المدرسة تزامنا مع حملة توعوية للطلاب بأهمية النظافة. خلونا نشوف هذه الصور. بعد 54 سنة من سقوط المشروع الطائفي السلالي، من جديد يحاول انقلابيون التسلل بين ركام التاريخ نحو مستقبلنا، عبثا يسعون لفرض فكرهم السلالي القائم على التمييز العرقي والطبقي. لكن هذه المرة عبر التربية والتعليم والحكومة اللاشرعية، تصر الميليشيا على تكريس الطائفية بتسويق رموز التمرد بأنهم شخصيات جديرة بموقع الاقتداء والتغليد، وذلك عبر تغيير المناهج الدراسية بما يخدم مشروعهم. انتشرت خلال الأسبوع صورة لصفحة من منهاج الحوثيين الجديد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنهالت المنشورات المنددة بخصوص هذا. المنشورات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن اخترنا لكم منشور واحد لهمدان العلي. همدان العلي بيقول: إعلام الشرعية مطالب اليوم بمقاومة عملية أدلجة طلاب اليمن وإجراءات تطييف التعليم التي تمارسها جماعة الحوثي في مدارس صنعاء وما حولها. نحن مقدمون على كارثة حقيقية، فجماعة الحوثي تمارس في المدارس ذات الأفعال التي كانت تقوم بها بعدما أحكمت سيطرتها على صعدة. يجب أن تخصص القنوات الفضائية برامج وأعمال متنوعة خاصة بالتعليم ومخاطر الفكر الحوثي. ومن خرافات الماضي إلى حصاد التكنولوجيا، حيث حفل عام 2016 بإنجازات عديدة ومهمة على صعيد التقنية، خاصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والسيارات الذكية. خلونا نشوف هذه المادة المعلوماتية التي توضح الإنجازات خلال هذا العام.
كما عودنا فيسبوك دائما بتحديثاته الجديدة، فلم ينسى فيسبوك تهنئة رواده بالعام الجديد، وذلك من خلال عمل فيديو خاص لكل مشترك يستعرض فيها أهم لحظات المشتركين خلال العام. ونشوف مع بعض هذه اللحظات مع بعض مشتركي فيسبوك. وصلنا إلى فقرة الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع، ونبدأها بفيديو كليب من إنتاج مؤسسة بنات الحديدة بعنوان أنت بتقدر. نشوفه مع بعض. أنت بتقدر، خلي حلمك بكرة بكرة يكبر، انشر كلمة وزرع بس ما غير معنى العم في السلام، غير معنى العم في سلام. مهما بتصعب انت بتقدر، خلي حلمك بكرة بكرة يكبر، انشر كلمة غير معنى العم في سلام، غير معنى العم في سلام. لا تتردد وابني بكلمة، ملك كبير بيحيي أمه، اعطي غيرك حب ما نسيهم مر الأيام. لا تتردد وابني بكلمة، ملك كبير بيحيي أمه، أعطي غيرك حبهم ما نسيهم مر الأيام، أعطي غيرك حبهم ما نسيهم مر الأيام. وإلى مقطع آخر لطلاب في منطقة ريمة يرفضون ترديد الصرخة ويرددون بالروح بالدم نفديك يا يمن. فيديو آخر، حيث طور باحثون أمريكيون من إحدى الجامعات الأمريكية روبوتا صغيرا يبدو كما إنه جرادة ليس لها سوى ساق واحدة، لكن هذه الساق تتمتع بقوة قفز هائلة. نشوف هذا الفيديو مع بعض. This is SALTO, which stands for Saltatorial Locomotion on Terrain Obstacles. Saltatorial being the Latin word for jumping, and it's the word biologists use when referring to jumping animals. And the special thing about this robot is that it can jump higher and faster than any other robot that's out there right now. It has 56% more vertical jumping agility. Salto can jump better than a human. It can jump higher. It can jump to 1 meter starting from a full standstill. Salto is not just impressive because it can do this big jump to a meter high. Once it does that jump, Salto jumps again. So we can do this really high power jumping behavior continuously and chain together these maneuvers made out of large leaps. So jumping off a wall, you can actually gain height that you weren't able to have before.
What I really enjoy about researching robotics is being able to look at animals for new ideas. ونختتم فقرة الفيديوهات التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع بأغنية عن الراتب نسمعها مع بعض. والباب حجر الله يا حكم هات حقنا أكت من ميتة المعشيق بنشوف أعمارنا وثلاث شهور من يوم اختفى يا قهرنا والجن قاهل ضاع عليكم تصرفوا أموالنا والح حرمتنا من الراتب ورزق أطفالنا والخ خبر عاجل يقول الغد با يصرف لنا والدلد الليلة لك نشبع جوعنا والذلي ذاب القلب من كثر المشقة والعنى ورر جيت الله وحده عالما في ضعفنا وزز علنا دون ما حد بيرجع حقنا والسن سارت مننا آلف قالوا بالهنا وشين شفت المشرفين اليوم يزدادوا غنى وصد سافر. وصلنا وإياكم إلى فقرة الاستضافة وهي الفقرة المختلفة تماما وضيفنا اليوم مغني وملحن تميز بثقافة عالية انعكست وعيا فنيا واسعا على تجربته الفنية كما تميز بعذوبة صوته وقدرته على أداء الألوان الغنائية المختلفة اشترك ببرنامج عرب آيدل وتميز وأبهر لجنة التحكيم والجمهور ضيفنا هو الفنان الجميل فؤاد الهتر كلام الحب كله طار حسافة يوم وليتك كلام الحب كله طار حسافة يوم وليتك والله حط نفسك مكاني وليل يا ليل طول واستلف ليل الثاني ما بك يا الليل ترحل حط نفسك مكاني اهلا وسهلا بك يا فؤاد اهلا اهلا هلا هلا حبيبي حياك انت الان موجود معنا في الحلقه شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقه حبيبي الله يسعدك هذا من نورك يا حبيبي الغالي ربي يخليك الله يسعدك ها جاهزين للأسئلة عشان نعرف أكثر وجمهورك يعرف عنك أكثر بإذن الله حبيبي احنا جاهزين نبدأ الأسئلة بكيف وصلت إلى ما أنت عليه بكلمة تعب سنين فؤاد يخاف من الفن يعني الشيء اللي شافه الناس في عرب ايدل غير شخص فؤادي اللي هو على الواقع لو عندك عصا سحريه ايش تحب تغير في الوسط الفني ما بغير بس بحط فن يسمعوا الناس الان ويسمعوا بعد سنه يسمعوا بعد 5 سنين يسمعوا بعد 10 سنين يظل انه فن متجدد ودائما يسمعوا مثل فن المدارس اللي عندنا في اليمن زي مدارس ابو بكر سالم زي مدارس فيصل علوي زي مدارس الناس الكبار هذه عمل تفتخر فيه عمل افتخر فيه من اعمال اللي سويتها ولا من الاعمال اللي قمت فيها من سابق
أي عمل أنا سويته من قبل أكيد أفتخر فيه، وما سويته لو أنا مقتنع فيه. فؤاد هل تصنف تفضل حبيبي. فؤاد هل تصنف نفسك من الصف الأول في مجموعة عرب آيدل؟ والله الغرور يعني ما أبغى أقول إني مغرور أو يظن الناس إنه غرور مني، ولكن من بين الناس اللي تأهلوا التصوير أو الظهور ما خدمناش يعني، أو ما أظهرش يعني أشياء اللي إحنا نبغاها، وفي أشياء إحنا ما نقدرش نقولها للناس خلف الكواليس كانت تصير، ولكني كان في عندي رصيد اللي أهلني، وللأسف يعني الظهور ما كانش بالشكل اللي هو مرضي لنا يعني، بغض النظر عن أي شيء تاني يعني. فنان تتمنى مقابلته؟ فنان أتمنى مقابلته، والله ناس كثير منهم المدرسة الكبيرة أبو بكر، منهم الله يشفيه يحفظه يا رب، منهم المدرسة اللي رحلت وإحنا افتقدناها فيصل علوي، هذه من المدارس طبعا المدارس العظماء اللي عندنا في اليمن، ومن الناس اللي أنا أحبهم وأعتبره يعني ملهم لي يعني في الفن، لأنه ملهم في أغلب الألوان. الفنان الجميل أوجه له أكبر تحية، الفنان الأستاذ عبد الخواجة الربان عبد الخواجة. طيب لماذا كان فؤاد الهتار غائب على الساحة الفنية رغم موهبته؟ والله هو مش غياب، احنا حاولنا نضع بصمة، بس انه يعني لكل كتاب اجل يعني، احنا لكل حدث يعني حديث حاولنا نصنع يعني فن، ولكنه مش بالسهولة انك توصل للجمهور يعني. صحيح. فاحنا انا احاول اني اضع بصمه زي ما قلت لك يعني للناس تسمعها الان، تسمعها بعد 20 سنه يكون شيء يعني مخلد للناس يعني. فؤاد ووصل للناس. فؤاد حبيبي، هل انت متزوج؟ اكيد الحمد لله. طيب كيف زوجتك تحمست لمشاركتك في عرب آيدل؟ حبيبي يا كرم الله يحفظك. طبعا اكيد يعني ما فيش اي زوجه الا تكون عون لزوجها يعني، خاصه في الامور هذه اوجه لها اكبر تحيه زوجتي طبعا، الله يحفظها ويخليها لي يا رب. امين. ومع وجود بعض الحرص يعني على يعني ايش اقول لك، الاشياء اللي بتصير بعدين يعني مع وجود بعض التحفظات يعني. برايك لماذا اليمنيين متحمسين لمشاركتك على رغم ما تعيشه البلاد من حرب؟ الناس تعبت من كثر الحروب ومن كثر الضغوطات النفسيه اللي عندنا في اليمن والمشاكل والاشياء اللي صارت الفتره الماضيه، فتبغى يعني امل اساس تعيش فيه، وامل يعني ان تفرح فيه. صحيح. ان في على كثر الالم والاشياء اللي صارت عندنا، على كثر ما احنا يعني شبابنا قادر يسمع السعاده يعني، وقادر يكون في منه جيل يشرف اليمن. فكانت الناس مؤمله بقوه يعني. هل توسعت صداقتك على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخول البرنامج عرب آيدل؟ أكيد طبعا الانتشار كان يعني أوسع يعني من قبل، وكان في صداقات مع ناس في الوسط الفني، إن شاء الله بتظهر إن شاء الله خلال الفترة القادمة بإذن الله. إن شاء الله. وبتكون على مستوى أعمال فنية وأشياء بإذن الله كثير يعني. أكثر وسيلة تواصل تحب تستخدمها بشكل دائم؟ فيسبوك، واتساب، انستغرام، يوتيوب؟ والله شوف المشكله انه في يعني عندنا هنا في الخليج اكثر شيء اللي منتشر طبعا انستغرام وسناب، في اليمن وفي الدول الباقيه الفيسبوك، فانا ويس. شغال على الغالبيه يعني. احب الالوان الغنائيه اليك.
والله شوف أحب الألوان طبعاً اللي هو الفننا اللي هو الفن اليمني لأنه تري قادر إنه يعني تعطي بكثرة خاصة في الألوان الحضرمية الألوان الخليجية الألوان عفواً الألوان اللحجية الألوان الصنعانية هذه كلها يعني موروث ممكن إنك يكفيك لسنوات كثير قدام صحيح يعني صحيح. أكثر انتقاد سمعته أكثر انتقاد سمعته في البرنامج قصدك أو خارج أو كيف بشكل عام يعني أكثر انتقادات نكون صريحين يعني ولا لا عادي براحتك بس أنت أكثر انتقاد تسمعه دائما يعني ممكن يكون عابر لك أكثر انتقاد يعني الناس تحكم للأسف الشديد بعض الأحيان على الشكل على الشكل أجمل لحظة أيوة. في حياتك أجمل لحظة في حياتي اللحظات الجميلة كثيرة يعني أنا يعني ما أستحضرش الأشياء اللي زي كذا كويس اللحظات الجميلة أكيد يعني كثيرة في الحياة آخر كتاب قرأته والله أنا ضعيف في القراءة جدا يعني أنا سماعي أكثر مما أنا يعني أكثر مما أنا أقرأ وكذا وأطلع يعني ثلاث شخصيات في اليمن تشيد بها وتشعر أنها تستحق كلمة شكر ثلاث شخصيات في اليمن بشكل سريع على مستوى فني قلت لك المدارس اللي احنا نتعلم منها ونستفيد منها ابو بكر سالم فيصل علوي محمد سعد عبد الله رحمة الله عليهم جميعا لو عرض عليك منصب سياسي ماذا سوف تختار لو عرض علي منصب سياسي ما اتمنىش ادخل في السياسة نهائيا انا حاب اكون فنان ويمكن اعتقد ان رسالتي بتوصل للناس وبوصل اكثر مما وصل لما اكون مسؤول طيب كفنان لو عرض عليك عمل دويتو مع من تختار تغني مع من تختار تغني ما ادري في كثير ناس اتمنى اغني معهم يعني انا طماع في الاشياء هذه ابغى اغني مع الناس كلها وان شاء الله بغني باذن الله طيب ما تشيش تغني معي ولا شيء والله يا ليت ترى صوتك جميل انا حاب ان شاء الله تسمعنا شيء ضروري خلاص واصل بالاول نحن نحب نسمع اغنيه او اي مقطوعه بصوتك الشاقي تهديها في هذه المقابله تهديها لجمهورك اللي احبك في برنامج عرب ايدل وتهديها لفريق برنامج كيبورد وكل المشاهدين اللي يتابعوك الان ممكن نقول ضبي اليمن يا حلا يا روح من يهوى حاول تنساك لكن ما استطعت تنساك أنساك كيف والحشا يا فاتني مرعاك والقلب لك في الطريق هل تبصر مفروش أنا لفتش مو غطاء ولا غطي على مفتوش يا ليل لدانا لدانا الله الله يا ليل لدانا يا كرم دانا يا أحلى ظبي أنت في اليمن ويا أحلى فنان ويا أحلى صوت في اليمن حبيبي شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة الله يحفظك النور نوركم وأنا سعيد بتواجدي معاكم والله إني جدا جدا مبسوط واعذرونا لو كان في قصور منا يعني نحن أكثر سعيدين جدا بسماع صوتك ووصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج كيبورد نتمنى أن تكون الحلقة كالعادة قد وفقنا فيها ننتظر تفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج
الظاهر رابط هو أسفل الشاشة. بالأخير هذه تحياتي أنا كرم باحشوان، وهي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم المشارك من قناة بلقيس في هذه الحلقة. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين كونوا بأمان وسلام، إلى اللقاء.